أن يتم استكمال ما نسبته 68% من مشاريع موازنة 2012 في موازنة العام الحالي، بمعنى أننا نفتخر في الخطة المالية للدولة مشاريع جديدة، والموجود حاليا في بند النفقات الرأسمالية البالغ قيمتها 1246 مليون دينار هو عبارة عن استكمال تنفيذ المشاريع السابقة التي لم يتم إنجازها في السنوات الماضية بسبب شح السيولة. موازنة 2013 كانت مفاجأة للجميع من حيث العجز الكبير الذي بقي يخيم على جيوب المواطنين، فأرقامه كبيرة ومخيفة وباتت كابوسا لا يفارق مخيلة الأردنيين.